الحوثي راح تبني شارع الشهدات يعني. هسه يا جماعه هذا الفرع كلهم تاع زيت ونصف يقضوا من عرفان فلوس ما له بلديه هنا سيارات بلديه ما عاد ما تجي بلديه سيارات ما عاد ما عاد الاليات ما عاد اي اليات ما عاد هذا الفرع انا سويته يعني شلون صفه شلون راح اشيله راح يجي على المي هنا احنا نعطيك وجبه وزعها بزيد الفرد مرة المسحوقين ست انا اسوي لك شيء من المنطقه. اليوم كنا في منطقه الرشيديه وخاصه في قطاع الرشيديه السادس، اطلعنا على احوال القطاع واستمعنا الى شكاوى الاهالي والواقع الخدمي في هذا القطاع. بصراحه انه قطاع شبه مهمل، يعاني من نقص في الخدمات. عند اتصالنا بالسيد عبد الستار حبه مدير بلديه الموصل، الرجل مشكور وضح ان سبب تقصير الخدمات او تقصير في تقديم الخدمات يعود الى قله الكوادر وقله الاليات المخصصه من قبل الوزاره. طبعا من خلال هذا التصريح نحن نتمنى من السيدة وزيرة البلديات بأن ترفد بلدية الموصل وأن ترفد محافظة نينوى بآليات تفي بالحاجة. لا يخفى على الجميع أن مدينة الموصل تعرض إلى نكبة كبيرة سواء في الجانب الأيمن والمنطقة القديمة أو حتى الجانب الأيسر، لا زال يعاني من نقص في الخدمات. طبعا من خلال اطلاعنا على أحوال الشوارع هناك تكسر كبير وهناك تكلة جبلية خجولة قامتها بلدية الموصل. نتمنى على الجهات المعنية بأن تقوم بتبليد هذا الشارع الحيوي. كذلك اتفقنا مع المختار ومع الأهالي بإعطائنا أسماء للعوائل المتعففة جدا، إن شاء الله سوف نقوم بتزويدهم بحصص من المواد الغذائية قريبا. نظرا للازدحامات الحاصلة في مدينة الموصل وخاصة في عبور الجسر الرابع من الأيمن إلى الأيسر والعكس، وبموافقة كريمة من السيد قائد الفرقة 20 وقائد شرطة نينوى وبالتعاون مع الأستاذ عبد الستار حبوة مدير بلدية الموصل ومسؤول القطاع في القاطع، اليوم توجهنا إلى جسر الرابع وقمنا بافتتاح الطريق المؤدي من مديرية رياضة وشباب نينوى امتدادا إلى جسر الرابع، طبعا هذا من الجانب الأيمن. كذلك إن شاء الله سوف نقوم بافتتاح التحويلة مؤقتة من الجانب الأيسر مما يسبب في تقليل من الازدحامات المرورية، وإن شاء الله سوف ترفع الآن هي كما ترون الصبات الكونكريتية ترفع، وكذلك طبعا هذا العمل هو بجهود من مديرية شرطة الحدباء ومتمثلة بشخص السيد العقيد بشار المحترم. فإن شاء الله نحن اليوم ننفذ هذا العمل، وإن شاء الله تباعا سوف نقوم بتنفيذ أعمال أخرى تسبب أو تقلل من الازدحامات المرورية الحاصلة في مدينة الموصل.